الاشواجندا من اكتر النباتات الطبيه او الاعشاب اللي عليها هايب كبير قوي الفتره دي. تلاقي حد يطلع يقول لك انا جربتها وما فادتنيش باي حاجه، او انا جربتها وخلتني فقدت الاحساس تماما، او انا جربتها وبقيت نايم على نفسي طول اليوم، او انا جربتها ولقيتها مفيده جدا. فهنتكلم عن نبتة الأشواجندا بشكل تفصيلي شوية. أصلها إيه النبتة دي؟ عرفناها منين؟ ممكن تكون بتشتغل إزاي؟ وإيه فوائدها؟ والدراسات قالت عنها إيه؟ وهل ينفع مرضى الأمراض المناعية يستخدموها ولا لأ؟ استخدمها إزاي؟ وجرعتها اليومية إيه؟ كل التفاصيل اللي محتاجين تعرفوها عن الأشواجندا هتلاقوها في حلقة النهاردة. بس ما تنسوش اللايك والشير، سبسكرايب للقناة لو أنتوا أول مرة تشوفوني، ويلا بينا نبتدي. أنا ندى حرفوش، دي قناة ولبي. الأشواجندا أو العبعب المنوم، نبتة بتطلع أساسا في دول شرق آسيا وشهيرة جدا جدا في الهند. هي الحقيقة من أهم النباتات اللي استخدمت من أكتر من 5000 سنة في الأيورفيدا أو الطب الهندي التقليدي، وتعرفت بأن هي رازايانا. دي كلمة بتطلق على النباتات التكيفية أو النباتات اللي بتحسن الطاقة والصحة العامة في الأيورفيدا. هي استخدمت لأغراض كتير جدا، منها تحسين مستويات الطاقة، تخفيف التوتر والاكتئاب، تقليل الألم والالتهاب، وحاجات تانية كتير هنشرحها كلها بالتفصيل دلوقتي. بس خلونا في البداية نشرح نقطة مهمة قوي. الأشواجندا في الأصل تعتبر أحد الأدابتوجينكس أو النباتات التكيفية. النباتات التكيفية أطلق عليها الاسم ده لسببين. أولاً لأن هي بتبقى نباتات متكيفة، بتقدر تنمو وتعيش في بيئات صعبة، بتقدر تتكيف فيها مع الظروف علشان تنجو. وسبب تاني لأن هي بتساعد الشخص اللي بيتناولها على التكيف، هي بتزود القدرة على تحمل الضغوط البدنية والذهنية. ده هيودينا لفوائد الأشواجندا. النبتة دي ممكن تكون بتعمل ايه او تقدر تساعد مين؟ اولا، اي شخص بيتعرض لمستويات عالية من الضغوط النفسية والبدنية. ليه؟ لان هي داعم مهم جدا للغدة الكظرية. الغدة الكظرية هي الغدة المسؤولة عن انتاج هرمونات التوتر زي الكورتيزول. لما بنتعرض لمستويات عالية من الضغوط، الغدة الكظرية بتنتج كميات كبيرة من الكورتيزول، ودي حاجة مؤذية جدا للجسم. اولا لان هي بترفع معدلات الالتهاب، ده غير تأثير الكورتيزول الهدام، بيهدم الأنسجة العضلية لأن هو بيرفع السكر. ثانيا، أن بعد فترة من التعرض للضغوط المستمرة، خلاص الغدة الكظرية بتبدأ تدخل في حالة من الإجهاد، ما تقدرش تقوم بنفس الاستجابة، فنبدأ نحس بالتعب والخمول وألام الجسم بشكل مستمر. في معلومات تفصيلية أكتر عن الموضوع ده موجودة في حلقة علاج الإجهاد الكظري. طيب بتعمل إيه بقى الأشواجندا في الحالة دي؟ اولا، هي بتقلل شعورنا بالضغط، بالتالي بتقلل استجابه الكورتيزول. ثانيا، هي بتقلل انتاج الغده الكظريه للكورتيزول، بتدعم افراز هرمونات تانية بتعزز الشعور بالطاقه زي DHA والتستوستيرون. وده مش بس بيعزز الشعور بالطاقه بدون الحاجه للكورتيزول، لا، ده كمان ليه تاثير ابتنائي. يعني ايه تاثير ابتنائي؟ يعني بدل ما كان الكورتيزول بيهدم في العضلات بتاعتنا، لا، بقى عندنا DHEA، بقى عندنا تستوستيرون اعلى بيبني العضلات. وده ليه تأثير مهم جدا على تقليل الالتهابات، خسارة الوزن بشكل صحي، وكمان تحسين عملية الاستشفاء العضلي او الريكوفري. يعني لو انا بلعب رياضة، بتمرن، او انا بشتغل شغلانة ببذل فيها جهد عضلي كبير، هقدر اعمل ريكوفري بشكل اسهل واسرع. مش بس الجهد البدني، كمان الارهاق الذهني. الأشواجندا اساسا كانت بتستخدم في الايورفيدا للاطفال اللي عندهم ضعف في التركيز، وكبار السن اللي بتبدأ وظائفهم العقلية تقل او ينسوا كتير، لدرجة ان الابحاث وجدت ان هي بتقدر تساعد الاشخاص اللي بيعانوا من الامراض التنكسية في الجهاز العصبي زي مرضى الالزهايمر او باركنسون، لان هي بتقلل من ضمور العصب وتشابك العصبونات اللي هي اهم عرض بيميز الامراض التنكسية في الجهاز العصبي. وده يخليني اشوف ان هي ممكن تكون عامل مساعد مفيد جدا في حالات التصلب المتعدد، وهتبقى مفيدة جدا للناس اللي شغلها بيتطلب تركيز ونشاط ذهني لساعات طويلة، الناس اللي بتنسى كتير كمان، او حاسين ان الذاكرة عندهم مش في احسن حالتها، كمان حالات الاكتئاب والقلق. وعارفين ان الدراسات بتقول ان الأشواجندا في الحالات اللي زي دي بيكون ليها تأثير مشابه لتأثير بعض الأدوية المضادة للاكتئاب والقلق والمود ستابلايزر. هي بتحسن الحالة المزاجية وبتقلل كمان التقلبات المزاجية. ايه تاني بتعزز انتاج الطاقة في الجسم؟ ازاي؟ عن طريق ان هي بتدعم انتاج هرمونات الغدة الدرقية. دي الهرمونات اللي بتساعد الجسم على تحويل العناصر الغذائية لطاقة، وده بيخليها مفيدة جدا لحالات خمول الغدة الدرقية، سواء كان خمول مناعي، هاشيموتو، او لأي سبب تاني. وهو ده بقى بالتحديد اللي بيخليها فعالة جدا في تحسين جودة النوم. حد هيسألني ايه ده؟ ازاي حاجة بتدعم انتاج الطاقة تحسن جودة النوم؟ هقولك، جرب كده يوم تقضيه على السرير ماسك الموبايل، متقومش من مكانك خالص، مبذلش اي جهد، وتقارنه بيوم تاني خرجت فيه من البيت، تعرضت للشمس لوقت طويل، بذلت مجهود بدني كبير،
هتلاقي ان اليوم اللي احنا ما بنتحركش فيه من مكاننا عادة بناخد وقت اطول علشان ندخل في النوم، عادة بننام في ميعاد متأخر، ممكن جدا كمان ما نعرفش ننام نوم عميق، على عكس اليوم اللي احنا بذلنا فيه جهد كبير بيبقى نفسك بس تلاقي السرير علشان تنام نوم عميق كالاطفال. هو بذل الجهد والطاقة اكتر حاجة بتدي المخ اشارات ان احنا خلاص بقينا محتاجين للنوم، لان الجسم محتاج يدخل في حالة الصيانة اليومية. فلما الاشواجندا بتعزز انتاج الطاقة وتخلينا منتبهين ومركزين ومصحصحين وعندنا القدرة البدنية والذهنية ان احنا نبذل جهد، فاحنا بنصرف طاقة كتير طول اليوم، فلما بنوصل لوقت النوم بنكون خلاص فعلا محتاجين ان احنا ننام جدا، وده بيخلينا نقدر ننام بعمق اكتر في وقت كويس للنوم، يعني حوالين الساعة 11 مساء، وده هيخليك تحس ان جسمك استفاد من النوم اكتر بكتير حتى لو عدد ساعات النوم هو هو. ودي حاجة مهمة جدا بتعملها النباتات التكيفية عموما مش الاشواجندا بس، علشان كده من الاسماء اللي بتطلق على الاشواجندا العبعب المنوم، ودي حاجة انا مجرباها مع عشرات الحالات، فعلا كان عندهم مشاكل ارق او اي حد مثلا كان عنده مشاكل في جودة النوم قدرنا نحل المشكلة بسرعة مع استخدام الاشواجندا. دراسات بتقول ان الاشواجندا بتحسن من جودة النوم بنسبة تقريبا 72%. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي عن وظائفها في تحسين الطاقة، تحسين الحالة المزاجية، تقليل الاكتئاب والقلق، تحسين جودة النوم، اثرها الابتنائية، تأثيرها على الجهاز العصبي، كل الحاجات دي بتخليها مثالية لاي حد بيعاني من متلازمة التعب المزمن او الفايبروميالجيا. لو اي حد بيشوفني دلوقتي بيعاني من المشكلة دي بنصحك دخلي الاشواجندا في نظامك وهتشوفي الفرق في تخفيف كل الاعراض المزعجة والمؤلمة اللي بتحس بيها. طيب لسه الاشواجندا بتعمل حاجة تانية؟ اه طبعا لسه الاشواجندا مفيدة جدا في علاج قرح الامعاء، خاصة المرتبطة بان الشخص يكون بيتناول مسيلات دم او بيتعرض لمستويات عالية من التوتر. كمان عندها القدرة على تثبيط نمو وانتشار خلايا سرطان المبيض. وظيفة تانية مهمة جدا للاشواجندا، تستخدم كمسكن ومضاد للالتهاب وخافض حرارة آمن جدا، وده بيخليها مهمة جدا لمشاكل التهاب المفاصل وحتى التهاب المفاصل الروماتويد. وهنا نيجي لنقطة مهمة جدا لازم نوضحها، هل مسموح لمحاربين للاضطرابات المناعية ان هم يستخدموا الاشواجندا ولا لا؟ يعني باعتبار ان هي نبتة تكيفية ممكن تخلي الاعراض اسوأ لانه هي بتقوي المناعة. اولا احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وشرحناه بالتفصيل ان ده كلام فارغ، مفيش اي حاجة اسمها ان كذا بيقوي المناعة يبقى هيعمل لي هجمات. رجعوا لحلقة تحذير من تناول النباتات الطبية هتلاقوه موجود على القناة. تعديل جهاز المناعة يا جماعة بيبدأ من تقوية جهاز المناعة مش اضعافه، دي اول خطوة في علاج الاضطرابات المناعية. ثانيا ازاي ممكن حد يتصور ان اضعاف الجهاز المناعي حل اي حاجة في الدنيا او ان دي حاجة ينفع نعيش بيها طول عمرنا؟ جهاز مناعي ضعيف يعني مقدمة للسرطانات. انا اسفة ان انا بقول الكلام ده، في ناس كتير بتشوفني ممكن تخاف لان هم ماشيين على مثبطات مناعة، ولكن هي دي الحقيقة. هو السرطان ايه غير مناعة ضعيفة مع شوية عوامل تانية؟ ثالثا وده الاهم، نبتة الاشواجندا بالتحديد بتعمل حاجتين اهم من بعض. اول حاجة ان هي بتقلل كرات الدم البيضاء، ده نوع الخلايا المناعية المسؤول عن الاستجابة الالتهابية اصلا، يعني هي بتقلل الالتهاب. ثانيا هي بتقلل السي ار بي معامل الالتهاب نفسه، فهي مفيدة جدا جدا في حالات الاضطرابات المناعية للأسباب دي. دراسات أثبتت إن هي مفيدة فعلا في حالات مناعية زي الهاشيموتو زي التهاب المفاصل الروماتويد. نبتة الأشواجندا بيستخدم منها الأوراق والجذور، احنا بنلاقيها عند العطارين، خاصة الجذور هي الأشهر وهي المفيدة أكتر. ممكن طبعا نشتريها في صورتها الأصلية من العطارة ونستخدمها، أو ممكن نشتري مستخلصات الأشواجندا الموجودة في صورة أقراص أو كبسولات من المكملات الغذائية، ودي غالبا هنلاقي فيها الجذور والأوراق مع بعض. الجرعة اليومية بتاعت الأشواجندا حوالي 600 ميلي جرام يوميا، المستخلصات طبعا تأثيرها أفضل وأسرع، هسيب لكم لينكات أفضل أنواع الأشواجندا في صندوق الوصف وفي أول كومنت. ممنوع استخدامها فقط على الحوامل والمرضعات، فباختصار شديد نبتة الأشواجندا من الحاجات اللي انتم مش هتندموا لو جربتوها. عندنا كمان واحدة من أفضل النباتات الطبية اللي أنا بنصح بيها لو احنا بنعاني من مشاكل أرق أو اكتئاب أو تقلبات مزاجية عنيفة، هي زهرة العاطفة أو الباشن فلاور، هتلاقوا كل التفاصيل عنها موجودة في الحلقة اللي هتظهر دلوقتي. متنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة، سبسكرايب للقناة لو انت اول مرة تشوفوني، ولو في اي موضوع عايزين نتكلم فيه سيبولي في الكومنتس. اما الاستشارات هتلاقوا اللينك موجود في الديسكريبشن. اشوفكم الحلقة الجاية، باي باي.